قضية الرضيع واستبدال الرضيع اللي قاعد يصير الحقيقة موضوع مثير جدا للجدل، يحمل أكثر من نقطة تعجب واستفهام. وقت اللي يكلمك شكون ويقول لك راهو ولدختي بدلوه، غادي تحكي بجدك يقول لك والله بدلوه، ومن بعد تلقى روحك امام كريمو تحقيق قضائي نيابه عموميه تتحرك، واليوم تحقيق موجود واحتفاظ بالممرض اللي سلم الرضع الزوز بطريقه ما نعرفش عليه كيفاش عمل في الاخر باش عطاه رضيع مش صحيح، العائله مش صحيحه. حاسيلو تو نفهموا التفاصيل كلها، وعندنا خال الرضيع واحد من الرضع، خطر الحديث على زوز رضع ما الله أعلم، واحد من الرضع اللي موجودة معنا واللي تم استبداله، خالها ومعنا باش يحكي لنا كيفاش صارت العملية بكل تفاصيلها بدون ذكر الأسماء الحقيقة، معناتها لأنه القانون يمنع باش نعرفه الصغير شكون ولا خاله ولا أمه، مش باش نسمي حتى اسم، ولكن خلي نقوله خال الرضيع. أهلا وسهلا، مرحبا بيك. أهلا بيك خويا، تحية ليك وكيف مستمعين إذاعة جوهر إف إم. شكرا لك سيدي، بارك الله فيك. المستمعين والمشاهدين في اشتياق باش يفهموا شنو اللي صار بالتفاصيل من اول نهار اختك مشات تولد حتى لين فقتوا بالعمليه نتاع انه الولد مش ولدكم، شنو اللي صار؟ اول حاجه باش بالتوضيح، انا عم رضيع خويا، مش خالو. انا عم رضيع خالو، دونك مرت خوك اللي ولدت، مرت خويا لي 23 ربي جوست باش نوضح، يظهر لي خوك يعيش في الخارج، هذاك علاش باش البو يتكلم عنه. خويا عليك عليك انا اي لي 23 الشهر هذا مشيت مرت خويا قسم الولدان في مستشفى 23 فيفري الشهر اللي تعدى، مشيت باش تولد نصف 11 ونصف نتاع الليل ولدت الوليد. بقات ديجور الام في تحت الرعايه الوليد كيف ولد بعد ساعتين تضح انه عنده مشاكل في التنفس، مستوجب معناها نقله الى قسم الانعاش نتاع الصغيرات، بقى فيه ترواجور حط في الكوفوز باش يعاونوه شويه خاطر عنده مشكل تاع هواء. بقى فيه ترواجور، من بعد خرجوه قسم الخدج بقى فيه 4 جور اخرين. نهار السبت اللي فات اللي هو لامس اتصلوا بينا السبيطار على اساس الوليد لاباس بصحه جيده باش نجيو نستلموه. توجهنا لقسم الرضع باش نستلموا الوليد نتاعنا. كيف وصلنا جابونا الوليد، انا فتك بالكريم اوغوزمون اني مرت خويا اختها بيرسونيل في السبيطار، معناها كيف ولدت صورت لها ولدها، معناها الوليد نعرفوه البيبي ديجا تخدم غادي بيرسونيل وصورت الوليد كي تولد، صورته معناها ديجا معناها حاجه هذيك اللي هي معناتها ملي تولد وراوها لامه هزوه ديريكت للكوفوز من وقتها ما راتوش. هذاك انا قلت لك غازمون خاطر النقطه هذه هي الحالة الاشكال كام، ولا كان ما في حتى بالاشكال اللي صار، معناتها الاقدار انه خاله البيبي تخدم غادي بيرسونيل صورته كي تولد هكاك بالضبط. كيف دونك يرجعوا لكم البيبي لحد اخر ماهوش هو اللي في التصويره. اي احنا كي وصلنا قسم صغير عطاونا بيبي مازال ما خديناش احنا يا صديقي ما نحبش نسميك. معناتها كان خاله البيبي ما صورتوش، راهو خذيتوا البيبي وما صورتوش وراحوا في قوس بيه كومبليتمون. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اوغوزمون كما قلت لك التصوير عندنا، وحتى حاجه اخرى هي معناها الاحساس تاع الامومه، خلى مرت خويا وقت اللي شافت الوليد ما حسيتش اللي هو ولدها، والاكد لها هذا الكل هو ولدها في التصويره شعره نوار شعره اكحل، والوليد اللي جابوه هنا شعره اصفر وشعره خفيف مش نفس الملامح مش نفس كل شيء كومبليتمون. قلت لها هذا مش ولدي، اكحل والاخر شعره اصفر. اي قلت لها هذا مش ولدي. لا قلت لها الانفيرمير قلت لها لا سلي عني بيه الدوسيه باسم ولدك وهذا ولدك، يا مدام راه مش ولدي ومش ملامحه. كيف جاوا يثبتوا في البلاستيل في سياق الولد هذا الموجود لقاوه نفس الاسم صحيح ما لقب مختلف، معناتها ديجا هو عليه البراسلين نتاعو بالاسم واللقب البراسلين نتاعو في اللقب. اي وقت اللي فاقوا براسلين بدله دخلوا بعضهم هزوا الوليد رجعوا قسم الخدج لداخل، ما حبيوش يجاوبونا جمله، نسالوا لحظه 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 لحظه، معناتها من الاول الفرمليه تقول راه صلي عني بيه هز هذا عندك هذاك اللي عندنا. اي الدوسي نتاعو فوق وراه ولدك هذا نفس الاسم كما قلت لك، ما هي لقب مبدل من بعد فقنا بها بالبراسلي. رجعوا الوليد الداخل من بعد 20 مينيت هكاك جاتنا الانفيرميير قالت لنا ديزولي راهو صار خطا ساعتين التالي، راهو ثم فامي خرجت وليد بنفس الاسم نتاعكم، رانا معناها صارت خطا بين الصغار، انا كلمناهم باش يجيو باش يرجعوا للسبيطار. معناتها ولدكم خرج مع عائله وحده، معناتها فما مراه ولدت وهزت ولدكم وحدت بيه اي
كيف جاءوا الفاميلي الاخرى جابوا الصغير. والله اعلم عاد توا الوليده ذيك رضاع منها ولا هو رضاع منها اكد لي بوه رضاع منها معناتها سي بون ولا اخوات توا ولا اخوات بالرضاعه ورزموا فقته معناتها شفت كيف لا الحاجه الاخرى اللي اخوات بالرضاع أنا... معناتها الوليد رضاع من ام مش امه خاطر هزته على اساس انه ولدها اي اغزر لي قداش قعد عندها بقى عندها ساعتين وشويه لا اله الا الله اغزر لي اكد لي الولي انا ساعه كيف كلموه ما حكاولوش الفيرسيون الصحيحه قالوا له اجينا توا راه عندك اناليز نتاع ولدك حضرت باش جاي يجري هو ما قالوش راه عندك خطا ولا حاجه اي جاب الوليد وجا قالوا لي جيب الوليد ويجا لو فما ديزاناليز فما ديزاناليز لازمين اكيد اكيد جيت اول الوليد اكيد اكيد جيب الوليد وتجي بالنسبه للبو كيف جاء هذا العائله الاخرى كيف جاء جاب الوليد اللي هو يفترض ولدنا اللي جابه اي هو تعرف على البيبي اللي حب يسلموه لنا احنا بحكم براسلي نتاعو لاصقه والملامح معناها كيما ولدهم هو استلم ولده واحنا معناتها البو كي جاي ما في بالوش جوسك يوصل للسبيطار قالوا له سامحنا راهو هذا مش ولدك ها ولدك كيف وصل قالوا له هكا وهكا كيف القالب براسليه نتاع ولده موجوده سامحني المره الاخرى ما فقدش اللي الولد مش ولدها وما قراتش البراسليه ما قال باش نوصل لك حكايه البراسليه طبعا توصل الحكايه كيف كيف انا حكيت مع البو الاخر اكد لي انه كيف استلم ولدنا اعطوه له من غير حتى براسليه من غير حتى انديس ينحيوا البراسليه هما كي يسلموه لا بالنسبه للوليد الاخر فيه براسلي احنا ولدنا ما فيش انديس هذيك هي سبب المشكل الكبير انه ما فيش براسلي جمله اي ما فيش براسلي هذاك السبب اللي خلينا احنا بالنسبه للبو الاخر كيف رجع لقى البراسلي في باسم ولده اللي حبوا يعطوه لنا احنا خذاه احنا رفضنا استلامه خاطر شكينا بحكم انه حكى لنا هو خرج من غير براسلي وبالنسبه للبوا نتاع البي بي نقصت شويه معناها عدنا يمكن نشك بنسبه 90% 80% اللي هو ولدنا ما حبيناش نزيدوا بالحكايه رفضنا استلامه وإلى حين إجراء الفحص لديان طلبتوا بالأديان ما عادش عندكم ثقة في الموضوع ولا ما عادش عندنا ثقة ولا والحاجة الأخرى اللي هي تأسف أنه ستاف ميديكال اللي غادي نورمالمون معناها حبوا يعملوا نوع من هرسلة قالوا لنا لو كان مش ترفضوا استلامه راهو الأديان ياخذ شهر شهر ونص وما كانش مش ترضوه وما كانش مش تشوفوه معناها حبوا يعملوا كيما الضغط على الام باش معناها تستلم وتسكر الموضوع الغادي كريمو معناتها هز واسكت هكا هو هذاك ولدك احنا حبينا القانون لا خاطر حاجه مش لعبه هذه يعجبك شي فرنا استلامه لا اللي قاعد تقول فيه اختير برشا خويا راه لا نحكي لك في اللي صار اكزاكتومون معناها فيه حتى تبديل وحتى تغيير توجهنا من غادي الاربع نتاع الصباح المركز استمرار نوجه تحيه للسلطات الامنيه اللي قامت الدور الله يحييكم انكم تبعتوا حقكم بالقانون بالقانون اي بالقانون توجهنا بربي باش نقعد نستنى شهر يخت اي برا هزوا ايش عندنا فيه نستناو حتى عام ما رزقوش بالحاجه هذه خاطر مش لعبه جينا احنا في عذاب امه مسكينه اللي هي كما تعرف ما عنده حتى ذنب لا صغير للام انهم يتحرموا مع بعضهم صحيح مش يتحرموا بعضهم من جرة غلطه صارت وعلاش ما عندوش براسلي هو علاش؟ اسفوار شنو اللي صار علاش من غير براسلي كيف ما قلت لك احنا اليوم والله تو انا نكلم فيك كنت في المنطقه ديريكسيون للسبيطار باش ناخذ العينات نتاع الاديان كما قلت لك نوجه تحيه للسلطات الامنيه والسلطات الفضائيه اللي هم معناها اي خرج توا تصغير عندنا ريزلتا موجود هذه الحاجه اللي معناها باهيه كما حكيت لك معناها خاطر الحمد لله مع انه معناها السرعه كما حكيت لك الشكر للسلطات الامنيه والقضائيه اللي هم معناها كفلوا بالموضوع وخلوا الحكايه كثير معناها تاع شكون تو عرفتوا ولدكم ولا لا مازلنا احنا تو انا تو نكلم فيك ديريكسيون السبيطار باش ناخذوا باش ياخذوا الدم نتاع الام وباش يعملوا التحليل ان شاء الله وعدونا السلطات الامنيه انه يتم يا اليوم يا غدوه ان شاء الله الريزلتا دونك اليوم باش يعملوا باش ياخذوا العينات ويستناو تخرج الريزلتا ان شاء الله. هذاك اللي صار مازال في السبيطار. مازال في السبيطار كما قلت لك انا مع بدون حتى ذنب يتحرم من امه وامه تحرم منه. سامحني توا فما ما ساعات ناس يتبعوا فينا يقول لك هاك البيبي شكون يرضع فيه شكون يلهي به الام روحت قاعده معاه. في قسم الرضع هم يعطيوك الحليب المستحضر اللي عندهم الحليب. مسكين معناتها التولى رضع من امه الحقيقيه. اغزر لي هم منعونا من الرضاعه احنا حابين قلنا لهم خلينا نجيو كل يوم نرضعوا ام عقل جي ام ترضعوا الصباح ترضعوا العشيه ما دامكم مش مستعرفين به بالنسبه لهم مازال مش امه معناتها قال لك متى ما على الاقل انت منعتنا من الحليب كما معناها على الاقل يسرعونا في الاجر هذاك احنا شنو كان طلبنا
ان شاء الله نورمالمون معناها مشيت الامور كما نحبوا ان شاء الله. تو احنا ديريكسيون سبيتار باش ناخذ باش نبداو في الاناليز ان شاء الله الاجراءات نتاع التحاليل نتاع الادويه. وانا نتمنى من ربي ونتمنى من ربي بنسبه كبيره برشا اني تطلع كما احنا متوقعين يطلع ولدنا. خاطر تعرف اذا قدر الله لو كان طلع مش ولدنا تحكي على كارثه معناها. تصور تكون كبيره والله انت تحكي وانا لحمي كله قشعر معناتها كان يطلع مش ولدنا برا عاد لوج لشكون تعطاه ولدكم وهذاك ولد شكون وقداش من بيبي تتزور وتخرج. احنا نقولوا ان شاء الله لا ان شاء الله هذه حد الغلطه يلطف بينا وتطلع عليه ان شاء الله ان شاء الله لا وان شاء الله هذا حد الباس وان شاء الله الغلطه تصلحت بالوليد هذا اللي شعره اصفر واكحل كهو معناتها زوز ان شاء الله ان شاء الله تطلع لنا المشكل ان شاء الله. نتواصلوا خويا ونقعد معاك باتصال وكان فما اي حاجه جديده باذن الله نعلم المستمعين بما انه القضيه ولات قضيه راي عام. شكرا ليك تفاصيل مرعبه جدا الحقيقه حول الموضوع. يمكن فما ناس يسمعوا فينا يقول غلطه وتصير. شو ما غلطه وتصير تعرفش معناتها تهز صغير مش صغيرك غدوه راه باش يكبر الصغير هذاك وباش يخطب وباش يعرس وتوا شو الحمد لله البو الاخر قال لهم راه رضع من مرتي ديجا اللي هزته سويعتين من زمان معناتها ديجا اي صغير باش تجيبوا المراه هذيك راه اخوه واخته ما عادش هو الوليد انثى ولا ذكر انا ما حبيش ندخل في التفاصيل اما توا ولاو اخوات في الرضاعه ما عادش ينجموا ياخذوا بعضهم وبرا عاد من الكلاوي والتفاصيل لا اله الا الله حول ولا قوه الا بالله. هاي شكرا يا سيدي ونخليه التعليق عند الناس على 73 24 3029 100 100 واكيد اول ما تخرج التحاليل وتحليل الديان نعلموكم ببقية التفاصيل في الموضوع هذايا. نعاود نذكر اللي فما تفاصيل أخرى موجودة على موقعنا www.jorfm.net من الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية سوسة واحد كان موجود مع زميلتي هيبة لوسيف في البرنامج اللي قبلنا كابتشينو وأكد على أنه فما احتفاظ بالممرض اللي قام بتسليم الرضيع بالشكل هذا للتحقيق في الشكل الضروري للوقوف على ملابسات ما يعتبر بحدث استبدال الرضيعين في مستشفى فرحات حشيت